توافق يعني في اختلاف فظيع داخل ده خلافات داخليه في الحزب. لا مش داخليه، لا على صوت الناس، مواقف وطنيه بعيد عن الخلافات. انا بقول لك خلافات ما بينهم تصور على تعليق. لا ما فيش مشكله، اطمنك بس انا مش ليه سؤال. لا تعليقا على الحزب، انا متصور التحالف مع حزب الوفد لانهم كان عندهم خيار من اثنين مع ظهور السلفيين بعد الثورة. كان عندهم خيار من اثنين، يا يدخلوا يختاروا جناح مدني يدخلوا عليه عشان يتميزوا، يا اما يتطرفوا يا اما يتطرفوا اكتر من الخطاب. لنا صديق بيسميه الزاكته، يقول لك احنا هم واخديننا زاكته ولا ايه يعني. امبريلا يعني. هم هنا دول هم قرروا ان هم بعد جمعه قندهار، وانا اعتقد ان التحالف ده اعلن بعد جمعه قندهار تقريبا. لا قبليها بعد السلفيين حركة فوارة وليست مسيسة، يعني السلفيين ليسوا مسيسين، لكنهم قادرين على طرح خطاب أعلى بكثير وأكثر راديكالية على مستوى الخطاب الإسلامي من الإخوان المسلمين. وكانوا الإخوان المسلمين كانوا منفردين بالساحة إن هم بيتكلموا على فكرة الإسلامية الدولة، فكان عندهم خيار من اثنين، هم اختاروا الخيار الأسهل الأكثر قربا ليهم، لأنهم مش هيقدروا على الخيار الثاني اللي هو الخيار أن يكونوا متطرفين أكثر من السلفيين. ده تعليقا على ليه حصل، ليه دلوقتي هم انفضوا. أعتقد أن هناك في تقسيم الدوائر هناك صعوبة شديدة، ده يبقى في استحالة، وهناك صراع تام. طبعا وهناك كانت محاولة الأخرى أن هذا التحالف كان سيضم قائمة واحدة لكل الأحزاب في مصر، وكان هذا أيضا قائمة وطنية واحدة. ده كان يمكن يحصل في حالتين، لما يبقى عندنا نظام انتخابي بالكامل بالقائمة النسبية غير المشروطة، ويبقى عندك دوائر المحافظة كلها دايرة، فتستطيع أنك توسع وتضم الناس. أنا الذي أفسده أنه تم برعاية من إدارة المرحلة الانتقالية، لأنه هنا الأغراض في الحقيقة المشكلة الحقيقية أن يعني ايه برعايه؟ يعني حاجه من تحت الترابيزه يعني احنا مش عارفينها؟ قول لنا عليها. انا شخصيا عايز اعرف، يعني ان يعني هنا هناك عايز اعرف كان هناك في اتفاق ولا في حاجه انا مش فاهمها، يعني الراجل عنده يهمه يفهم الكلام ده. كانت هناك نيه لان تلغى الانتخابات او تلغى المنافسه يا الانتخابات. يا استاذ وائل يعني ايه نيه؟ طب تعيين مثلا؟ اصل النيه دي حاجه، النيه دي حاجه يعرفها ربنا سبحانه وتعالى. قول لي يعني قول لي واقعا. كانت هناك اتفاقات ما على ان تكون هناك لكل الاحزاب في مصر. ايوه اصل ما بيقول لنا اسرار. ايوه لكل الاحزاب في مصر كانت هناك اتفاقات بين مين ومين. ما هو مدام سريه مش هقول لكم يوطي الصوت. لازم يوطي الصوت. لا كانت هناك اتفاقات سريه. ايوه كانت هناك اتفاقات ما او رغبه ما ان يكون هناك قائمه موحده، واعتقد ما بين كل الاحزاب، ما بين القوى السياسيه وما بين المجلس العسكري. في هذه الاتفاقات اللي كان الاجتماعات اللي كان بيتكلم عنها الاستاذ، انت حضرت الاتفاق ده؟ انا عمري سمعت عن الكلام ده. لا هو كان بيتكلم على الاتفاق ولا انا مع، لكن اول مره اسمع حاجه. قول لنا يعني في اتفاق بس واعتقد برضه ان هناك الان محاوله لان يكون هناك قائمه واحده في على مستوى القاهره على الاقل. في محاوله خلاص. لا وهي القاهره هتبقى نظام بقيه الدوله ونتكلم عليها في السيد. انا برضو شايف ان احنا في القاهره، ما هو يعني كانت ال انا بس في القاهره. حاضر اتفضل كملوا بسرعه بقى عشان ما عندناش وقت. الفكره هنا ايه؟ بغض النظر عن الدخول في تفاصيل ما، ان هناك الان مرحله جديده في مصر كيف يتم ادارتها من الجميع، من المجلس العسكري، من الأحزاب، من القوى الثورية التي ما زالت ليس لديها أداة سياسية غير الميدان والمظاهرة. كل هذه القوى تتصارع حول بناء نظام جديد. نحن لسنا في معركة انتخابية، نحن في معركة من أجل بناء نظام سياسي جديد. يعني مش كعكة الانتخابات ولا تورتة الانتخابات. أيوة. هنا والله احنا نسينا كل المطالب الاجتماعيه بتاعت الثوره، وابتدينا نركز بس ما بنتكلمش غير في السياسه. احنا قلنا ثمار الثوره، قلنا الاسعار. انا هنا عندي مخاوف وهواجس من خزعبلات تظهر مثل ابتزاز الثوره بفكره ان المصريين يئنوا. خلاص المصريين يئنوا بسبب سوء اداره المرحله الانتقاليه.
وليس بسبب الثورة. الثورة طبعا. الثورة تريد عدالة اجتماعية، الثورة تريد تحرير الاقتصاد من العصابة التي سرقته، ولم يتخذ حتى الآن قرار اقتصادي واحد في هذا الصف، لم يتخذ قرار اقتصادي واحد من أجل إعادة الاقتصاد إلى احترامه. الحد الأدنى للأجور يعني أنت متعلق على إدارة المرحلة الانتقالية سواء من الحكومة أو المجلس العسكري مسؤولية. الآن عدم انعدام الثقة في إدارة المرحلة الانتقالية هو اللي مخلي الناس كلها عندها رعب من المستقبل، وليست الثورة وليست المطالبات المستمرة. دائما المراحل الانتقالية في كل دول العالم شفناها في أمريكا